شيخ محمد، كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عن شروط الصلاة وعرفنا الوقت وستر العورة، نريد أن نحصل أو نعرف بقية هذه الشروط. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من شروط الصلاة الطهارة، وهي نوعان: طهارة من الحدث وطهارة من النجس. والحدث نوعان: حدث أكبر وهو من يوجب الغسل، وحدث أصغر وهو من يوجب الوضوء. وقد سبق لنا في حلقات سابقة ذكر الغسل والوضوء وأسبابهما، وهي نواقض الوضوء وموجبات الغسل، فلا حاجة إلى إعادته مرة أخرى. لا. لكن الذي يهمنا هنا أن نبين أن الطهارة من الحدث شرط، وهو من باب الأوامر التي يطلب فعلها لا التي يطلب اجتنابها. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ترك المأمور لا يغلر فيه بالنسيان والجهل، وبناء على ذلك فلو أن أحدا من الناس صلى بغير وضوء ناسيا فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ، لأنه أخل بشرط إيجابي مأمور بفعله. وصلاته بغير وضوء ناسيا ليس فيها إثم، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكنها صلاة غير صحيحة فلا تبرأ بها الذمة، فيكون مطالبا بها. ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان منفردا أو مأموما أو إماما، فكل من صلى بغير وضوء أو بغير غسل من حدث أكبر ناسيا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة متى ذكر، حتى وإن كان إماما. إلا أنه إذا كان إماما وذكر في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويأمر من خلفه أن يتم الصلاة، فيقول لأحدهم: تقدم أتم الصلاة بهم. فإن لم يفعل، أي لم يعين من يتم الصلاة بهم، قدموا واحدا منهم فأتم، فإن لم يفعلوا أتم كل واحد على نفسه، ولا يلزمهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد، ولا أن يعيدوا الصلاة لو لم يعلموا إلا بعد ذلك، لأنهم معذورون حيث إنهم لا يعلمون حال إمامهم. وكذلك لو صلى بغير وضوء جاهلا، فلو قدم إليه طعام وفيه لحم إبل وأكل من لحم الإبل وهو لا يدري أنه لحم إبل، ثم قام فصلى ثم علم بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته، ولا إثم عليه حين صلى وقد انتقض وضوءه وهو لا يدري بانتقاضه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما الشق الثاني من الطهارة، لكن في هذه الحالة قبل أن ننتقل للشق الثاني، لو انصرف الإمام من الصلاة ولم يعلم، هو المأمومون لم يعلم الإمام إلا بعد أن انقضت الصلاة، فما حكم ذلك؟ وهل تعتبر صلاة المأمومين كل شخص لوحده منفردا أم لا؟ حكم ذلك أن الإمام يجب عليه إعادة الصلاة، لا، وأما المأمومون فلا تجب عليهم إعادة الصلاة، وهم في الأجر قد نالوا أجر الجماعة لأنهم صلوا جماعة فيكتب لهم الأجر.
لا. ولا يخفى أيضا هذا تسليم لما سبق، ولا يخفى أيضا أن الإنسان أننا إذا قلنا أنه صلى بغير وضوء أو بغير غسل من الجنابة أنه إذا كان معذورا لا يتمكن من استعمال الماء فإنه يتيمم بدلا عنه. فالتيمم عند تعذر استعمال الماء يقوم مقام الماء. فإذا قدر أن هذا الرجل لم يجد الماء وتيمم وصلى فصلاته صحيحة، ولو بقي أشهرا ليس عنده ماء أو لو بقي أشهرا مريضا لا يستطيع أن يستعمل الماء فإن صلاته بالتيمم صحيحة. فالتيمم يقوم مقام الماء عند تعذر استعماله. وإذا قلنا إنه يقوم مقامه عند تعذر استعماله فإنه إذا تطهر بالتيمم بقي على طهارته حتى تنتقل الطهارة، حتى لو خرج الوقت وهو على تيممه فإنه لازمه إعادة التيمم للصلاة الثانية، لأن التيمم مطهر كما قال الله تعالى في آية المائدة لما ذكر التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا فطهورا. أما الشق الثاني من الطهارة أيضا لو ربما يستفسر عن هل يجوز أن يؤم متيمم بمتوضأ؟ نعم، نقول نعم يجوز أن يكون المتيمم إماما للمتوضأ، لأن كل منهما قد صلى بطهارة مأذون فيها. أما الشق الثاني وهذه المرة الثالثة التي يقول الشق الثاني الطهارة من النجاسة، ومواضعها ثلاثة: البدن والثوب والبقعة. فلا بد أن يتنزه الإنسان عن النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته. ودليل ذلك في البدن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبدع من البول. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض إذا أصاب الحيض ثوبها أن تغسله ثم تصلي فيه، ففيه دليل على وجوب تطهير الثوب من النجاسة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي بصبي لم يأكل الطعام فوضعه في حجر فدال عليه فدعا بماء من ماء فأتبعه إياه. وأما البقعة ففي حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء فبال في طائف المسجد أي في جانب منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على قوله جنوب من ماء. إذن فلا بد أن يتجنب الإنسان النجاسة في ثوبه في بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي عليها. فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة لم يغسلها، أو ثوبه نجس أو بقعته نجسة ولكنه لم يعلم بهذه النجاسة أو علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا.
فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قال قدرا. ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة حال الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فإن الإنسان لو ذكر أنه لم يتوضأ في أثناء صلاته وجب عليه أن ينصرف ويتوضأ. إذن اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة شرط لصحة الصلاة، لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلا أو ناسيا وصلى فإن صلاته صحيحة، سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغسلها أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة. فإن قلت ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا، حيث أمرنا من صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا بالإعادة، ولم نأمر هذا الذي صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا بالإعادة؟ قلنا الفرق بينهما أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور، وأما اجتناب النجاسة فهو من باب ترك المحظور، وفعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف ترك المحظور. نعم. إذن هل بقي شيء من شروط الصلاة؟ ذهب الآن تكلمنا على ثلاثة: الوقت وستر العورة والطهارة. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة بقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة نرضاها فول وجهك شطر مثل الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة غير صحيحة ولا مبرئة لذمته إلا في أحوال ثلاث، بل في أحوال أربع: الحال الأولى إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة، مثل أن يكون مريضا وجهه إلى غير القبلة ولا يتمكن من الانصراف إلى القبلة، فإن صلاته تصح على أي جهة كان، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع أن يتحول إلى القبلة لا بنفسه ولا بغيره. الحالة الثانية إذا كان خائفا، يعني خائفا من عدو، وكان هاربا ووجهه واتجاهه إلى غير القبلة، ففي هذه الحال يسقط عنه استقبال القبلة، لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومعلوم أن الخائف قد يكون اتجاهه إلى القبلة وقد يكون اتجاهه إلى غير القبلة، فإذا رخص الله له في الصلاة راجلا أو راكبا فمقتضى ذلك أن يرخص له في الاتجاه إلى غير القبلة إذا كان يخاف على نفسه إذا اتجه إلى القبلة. الحالة الثالثة إذا كان في سفر وأراد أن يصلي النافلة، فإنه يصلي حيث كانت جهة سيره. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر حيث كان وجهه، إلا أنه لا يصلي المكتوبة. ففي النافلة يصلي المسافر حيث كان وجهه بخلاف الفريضة، فإن الفريضة يجب عليه أن يستقبل قبلة فيها في السفر. الحال الرابعة إذا كان قد اشتبهت عليه قبلة فلا يدري أي جهات تكون القبلة، ففي هذه الحال يتحرى بقدر ما يستطيع ويتجه حيث غلب على ظنه أن ذلك هو أن ذلك أو أن تلك الجهة هي القبلة، ولا إعادة عليه
لو تبين له فيما بعد أنه مصل إلى غير قبلة. لا. وقد يقول قائل إن هذه الحال لا وجه لاستثنائها، لأننا نلزمه أن يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها القبلة، ولا يضره إذا لم يوافق القبلة، لأن هذا منتهى قدرته واستطاعته. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا نتوقف عند هذا الحد نظرا لانتهاء وقت البرنامج على أن نستأنف اللقاء القادم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير من مدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.